مشاهدينا الكرام مساء الخير. برلمان ما بعد التعديل الدستوري، غرفة أولى بصلاحيات واسعة لم تستغل جميعها، وغرفة ثانية تنتمي لمرحلة ما قبل الحراك الشعبي. شهور عدة مرت على تنصيبه، خلالها تعرف المواطن المغربي على نواب الأمة الجدد. غيابات كثيرة، جلسات عمومية صاخبة، وإنتاج تشريعي وصف بالضئيل، ثم أغلبية تتهم الأقلية بالشرود، ومعارضة تقول إن الحكومة حزبية وليست سياسية. فليخدم هذا الشد والجذب داخل البرلمان صالح المواطن والوطن؟ ألا يفرض هذا الوضع التسريع بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وإخراج القوانين المنظمة للاستحقاقات الترابية؟ ما المقصود بمدونة أخلاقيات في البرلمان؟ وهل ستكون لها صبغة قانونية؟ مهم البرلمان المغربي وتحديث اشتغال المؤسسة التشريعية، هذا ما سأناقشه هذا المساء رفقة ضيفي مهدي بن سعيد نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ويونس مفتاح نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية. كما يحضر معي بالاستوديو شباب من المجتمع المدني للمشاركة في النقاش، أرحب بضيوفي الكرام. سي بن سعيد، الكثير من المتتبعين للشأن السياسي الوطني كيشوفوا بأن البرلمان أو برلمان ما بعد التعديل الدستوري لا يختلف كثيرا عن البرلمانات السابقة، نفس الاختلالات لا زالت قائمة باستثناء الترحال السياسي، هل هذا صحيح؟ هذا ماشي صحيح، لأن فاش كنهضروا على واحد المرحلة واليوم كنهضروا على مرحلة أخرى، يمكن نهضروا بالأرقام باش نوضحوا للمواطنين والمواطنات ما هو صحيح وما هو غير صحيح. في البرلمان السابق كان واحد الحضور قليل، وكنا كنشكو منه كلنا كأحزاب سياسية، كان الحضور 30 أو 40% فقط ديال البرلمانيين، لا في القوانين لا في التصويت لا في أي برنامج في البرلمان. واليوم ولا الحضور وصل ل 60 70 بعد مرة 80%، وهذا إيجابي، مازال خصنا نوصلوا ل 90 أو 100%، ولكن راه زدنا القدام. المشكل وبالنسبة للفئة اللي كنلتمي فيها أنا، هي هاد الشباب اللي دازوا من اللائحة الوطنية، 80 أو 90% ديال الحضور كاين، لا في اللجان لا في الأسئلة الشفوية نهار الاثنين الصباح. المشكل اللي كان اليوم اللي كيعيشوا البرلمان هو الإمكانيات. البرلمان اليوم ما عندوش إمكانيات للعمل. فريق برلماني كفريق الأسرة والمعاصرة اللي عنده 48 نائب ونائبة، عنده 6 ولا 6 موظفين لكاع الفريق. واش هاد 6 غيعاونوا الرئيس الفريق، لان رئيس الفريق عنده عمل معين وخصو الناس اللي يعاونوا، او يعاونوا البرلمانيين في الاسئله ديالهم وفي المشاريع القوانين اللي كيحطوا. كيفاش يعني المشكل في مؤسسه البرلمان ليس في البرلمانيين انفسهم؟ نعم، لان البرلمان كان شحال هادي، وحنا بحال ما كناش باغيين واحد الديمقراطيه، ما كناش محتاجين للبرلمان. اليوم الا بغينا الديمقراطيه راه خصنا نعرفوا راه القلب ديال الديمقراطيه هو البرلمان. الا ما وفرناش يعني امكانيات للبرلمان، ما يمكنش تعيش واحد الديمقراطيه حقيقيه في خارج البرلمان. نعم. سي مفتاح، واش كتتفق على ان البرلمان الحالي يختلف بصفه كبيره على البرلمانات السابقه، واننا نعيش طفره تشريعية ربما على مستوى المؤسسة التشريعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا بداية على الدعوة. مرحبا. لا اعتقد بان كاين هناك اختلاف، غير هذا الاختلاف يجب ان نضعه في السياق السياسي اللي جا فيه. نعم. كان هناك حراك في الشارع، افراز تعديل دستوري معين، المفروض ان يفرز نخب سياسية جديدة، ان يفرز مؤسسات سياسية جديدة. نعم. واول مؤسسة بدات بها هي مؤسسة البرلمان. ميمكنش التغيير يكون بالطفره، يعني هناك واحد النوع من التدرج، نوع من التدرج، لان المؤسسات جديده، ولكن وقع تجديد جزئي على مستوى النخب. كنا نحدثوا على اللائحه الوطنيه للشباب، يمكننا نتحدثوا على نخب جديده اللي ولجات البرلمان. وانا كنأكد كما ذكر الزميل قبلي، نسبه الحضور ارتفعت بواحد النسبه معينه، يعني من الصوره القديمه للصوره الحديثه. يمكننا نديروا غير مقارنه بسيطه بين مجلس النواب وبين مجلس المستشارين الان في هذه اللحظه. نسبة الحضور في مجلس النواب اقوى بكثير من نسبة الحضور في مجلس المستشارين. سي مفتاح، لماذا يختزل العمل البرلماني في الحضور الى قبة البرلمان؟ لا، عمل البرلماني لا يختزل في الحضور الى قبة البرلمان. واش جاوا البرلمانيين ولا ما جاوش؟ لان هذا هو النقاش الدائر حاليا، وكذلك اوجه سؤالي للسي بن سعيد. هناك من يتحدث على ضرورة يعني اعطاء يعني منح للبرلمانيين باش يجيو يمثلوا الأمة. لا، غير صحي وماشي بصح. نعم. في مرحلة معينة كان ممكن نتحدثوا على هذا النقاش، الآن غير ممكن أن نتحدث، لأن السياق السياسي تبدل، وانتظارات المواطن تبدلات،
وحجم التتبع والمراقبة للمواطنين تبدل بواحد نسبة كبيرة. هذا اختزال العمل هو في مرحلة سابقة أريد أن يختزل حضور البرلمان بداك الشكل خاوي في الكراسة الوتيرين في ظاهرة النوم في ظاهرة الغياب كتعطي صورة كان مرحلة سابقة كلها بوضوح كانت إرادة القتل السياسة واللي جوهرها هو العمل النيابي. الآن هناك مرحلة جديدة أكيد ما كاينش وسائل المواكبة. نعطي مثال منذ سنوات وحنا فرق عدد مثلا وطالب القناة البرلمانية لأن العمل النيابي ماشي هو أنتم الآن في الحكومة واش غنشوفوا قناة برلمانية؟ لا أكيد إن شاء الله هذا مشروع مطروح ماشي فقط حيت حنا في الحكومة ولكن حيت كاينة إرادة عند جميع الأطراف السياسية. بقات غير تدقيق بسيط هو العمل البرلماني ما كيقتصرش في الدوائر. نعطي مثال حنا مثلا داخل فريق العدالة والتنمية عندنا ميثاق شرف يوقعه النائب بمجرد أن تطأ قدمه للمجلس على رأسها كاين ضرورة فتح مقرات للتواصل مع عموم المواطنين داخل الدوائر. نسب الحضور ارتفعت حنا في حزب العدالة والتنمية منذ سنوات وحنا كنديروا لائحة الحضور أكثر من هذا كنشروها ولهذا نعطي غير مؤشر بسيط في الولاية التشريعية السابقة يعني الدورة الخريفية اللي الدورة الربيعية اللي مرات نسبة الحضور بالنسبة لنا كانت 84% سواء داخل الجلسات العمومية أو داخل اللجان. يعني أن البرلمان الحالي لا يحتاج إلى إصلاح سي بن سعيد كخلاصة. لا يحتاج اللي يحتاجه دابا البرلمان هو نعاونوه خاص إلا بغينا البرلماني يعطي كاع القدرات ديالو للعمل التشريعي خاص الإمكانيات. لا اتكلم ما كنهضرش على الفلوس دابا كنهضر مع الشباب نهضر مع المدارج ما كنهضرش مع الفلوس كنهضر على الناس اللي غيعاونوهم في المشاريع في القوانين وكاع العمل. وصلت هذه الفكره. كيف تفسرون الغيابات المتكرره لبعض النواب؟ هناك بعض النواب اللي هو نائب برلماني وكيكون عمده مدينه مثلا وكيكون عنده الدوره في المدينه ديالو هذا كاين هذا الاشكال يعني هنايا حتى وان تعلق الامر يعني بقضايا مصيريه مثلا القانون المالية مثلا القانون المالية على القانون المالي مثلا ما كنلقاو بان الحضور كان الحضور اكثر من 80% لاول مره كنظن في تاريخ البرلمان المغربي يعني كان الحضور مكتف ديال البرلمانيين والبرلمانيات في تصويت القانون المالية هذا ما فيهش نقاش. دابا فاش كتكون جلسة ديال الأسئلة الشفوية ديال يوم الاثنين بعض النواب كيكونوا عندهم مهمات أخرى ما كيكونش غير برلماني وكيكون لديه اجتماعات في المنطقة ديالو وكيكون ما كيجيش عنده يعني البرلمان وعنده اجتماع في المدينه او في المقاطعه ديالو وشنو هنايا هذا اشكال اخر نقدروا نناقشوا واش البرلماني يقدر يترشح في المحلي اذا كان برلماني او لا نقدروا نفتحوا هذا النقاش. نعم سي مفتاح كيف تفسر الانتاج التشريعي الضعيف كما يصفه الكثير من المتتبعين للشان السياسي والشان البرلماني؟ هناك من يشكك اليوم في قدره البرلمان خلال هذه الولايات التشريعيه في إخراج كافة القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود. هذا تحدي مطروح البرلمان كمؤسسة وجميع الفرقاء السياسيين. لا غير ملي نتحدثوا على ضعف التشريع بالقياس إلى أي مرجعية؟ بالقياس إلى تنزيل الدستور. عندنا دستور خاصنا ننزله طيب. كامل. عندما نتحدث عن تنزيل الدستور، الدستور جاء فيه أزيد من 13 قانون تنظيمي وواحد العدد من القوانين العادية. الدستور كذلك أعطى للبرلمان ماشي فقط مهمة تشريع، عنده مهمة تشريع، عنده مهمة الرقابة، وعنده مهمة تقييم السياسات العمومية اللي ما كانتش في مرحلة سابقة. على مستوى التشريع هناك مستويات، كاين المبادرات اللي المفروض تاخذهم الحكومة على مستوى مثلا القوانين التنظيمية، ولأول مرة الحكومة أعدت مخطط تشريعي بتواريخ بأجال في زيادة من 13 قانون تنظيمي وواحد العدد من القوانين العادية وغيره. لكن تقدر تعطينا شحال من قانون تنظيمي خرجتوا لحدود الساعة؟ لا لحد الساعة خرج قانون تنظيمي واحد لاعتبارين، أولا لأننا أولا نزلنا في مرحلة تأسيسية وبالتالي هذا الكثرة نتاع القوانين خصها جوج المقاربة، خصها أولا مقاربة تشاركية يعني نص تحضير الأولويات نتاع المرحلة السياسية. لأن يعني القوانين التنظيمية وهذا اللي كنغفلوه في كثير من الأحيان راه هي استكمال لكتابة الدستور اللي صوتنا عليه فاتح يوليوز. نعم. راه ماشي قوانين عادية. نعم. وماشي قوانين اللي نقدروا نبدلوها كل لحظة. إنما هي قواعد هي قوانين صايب ارتجالية كذلك. هي قوانين هذا هو هي قوانين خصها تأسيسية وفيها مستويات نتاع الأولويات. نعطي مثال. قانون الجهوية عنده أولوية، إصلاح قانون التنظيم المالي عنده أولوية، واحد العدد ديال القوانين لأننا الآن في مرحلة تأسيسية منطقها في بعض الأحيان يختلف عن المرحلة السابقة، لكن هذا ما كاين فيش أن المبادرة التشريعية للبرلمان لا زالت ضعيفة، هذا كيحتاج المجهود
كيحتاج الامكانيات. نعم، غادي نواصلوا النقاش الا سمحتوا باختصار. اللواء اورغانيك القوانين التنظيميه ليست يعني الحكومه هي اللي كتقرر كتخرج ماشي البرلمان. نعم. يعني هذا ماشي دور البرلماني باش يحدد القوانين التنظيميه. هذا الدستور عطيها للحكومه. نعم. الحكومه اللي كتحمل هذه المسؤوليه. نعم. باش نوضحوا للمواطنين. نعم. والمواطنات. نعم. نعم، ولكن البرلمان هو المؤسسه المختصه في التشريع. غادي نواصلوا النقاش بعد الاستماع لاراء الشباب في الشارع ونعود. كنشوف بان خاص الاعلام يعطي اهميه اكثر للاسئله اللي كيطرح البرلمانيين. كنشوفوا بان الغالبيه ديال المواطنين وبأخص الشباب ما كيعطيوش اهميه للاسئله اللي كطرح البرلمان. بحال اللي اليوم كنشوفوا بان كاين واحد الاهمال، لان كاين واحد الفكره خاطئه على 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 ما يجرى في البرلمان. وكنشوف بان بالنسبه للنظام الاخلاقي خص اعاده النظر فيه. هنا كنشوفوا بان واحد الظاهره ديال غياب البرلمانيين والاسئله اللي كنشوف بان اسئله كلاسيكيه. شخصيا ما كنشوفش بزاف الاسئله البرلمانيه، كنفضل انني نشوفها اترافيغ لي ميديا الصحف ولا هذا، حيت هي كتبقى في ذاك الاطار التقليدي ديالها اللي شيئا ما كيعجبنيش، حيت كتبقى ديما في ذاك الاطار ديال الاحراج للمعارضه للحكومه او للناس المسؤولين. يعني ما كتبقاش ما كتخرج من الاطار ديال الخدمه ديال الصالح العام والخدمه ديال المواطن. فكنشوف على اساس انه خص يكون واحد الميثاق اللي اثر ذاك العمل البرلماني يخليه يمشي في واحد الاطار ديال خدمه المواطن من الدرجه الاولى، عوض اننا نبقاو غير فقط في ذاك الحل للخلافات السياسيه ما بين الاحزاب او ما بين المعارضه والحكومه في اطار ديال ديك قبه البرلمان. نتمنى بان تكون واحد الشفافيه وواحد الوضوح ويكون واحد الميثاق اخلاقي، ما يكونش غير يكون داك الشيء غير حبرا على ورق. بعض الاحيان من ديك الاسئله كتكون اسئله في واحد السياق اللي ماشي هو السياق اللي الاهتمامات ديالنا. بحال دابا حنا الطلبه خاصهم يديروا لنا شي اسئله اللي تكون حنايا كنفهموها وفي نفس الوقت عندها اجابات. الأسئلة الشفوية اللي تتعرض في البرلمان في الحقيقة ما عمر ما لوكازيون ما تسنحت لي باش نشوفها، حيتاش يمكن تنقول ماشي شي حاجة اللي مهمة باش نشوفها، ولا وحتى دوك المواضيع اللي تيطرقوا ليهم ماشي قد يكونوا مهمين، ولكن ما عمرهم ما تيستخلصوا شي حاجة، ولا ما عمرهم ما تيكون ما تكون شي نتيجة إيجابية. واش نقدروا نعتبروا هاد الآراء ديال هاد الشباب عينة تمثيلية لما يظنه المغاربة في البرلمان؟ أعتقد أن بعض الآراء عندها وجهتها. أولا لاعتبار أنا كما ذكرت سابقا وهو أن المواكبة الإعلامية لعمل البرلمان مواكبة ضعيفة، لا على مستوى توقيت مثلا نقل الجلسات، لا على مستوى العمل الحقيقي، لان الجلسات جزء بسيط من عمل المؤسسه ككل اللي هي اللجان وكذا. ولهذا نؤكد ضروره على القضيه ديال سميتو على القضيه ديال القناه البرلمانيه. هذا من جهه. من جهه اخرى انا قلت عندكم حقيبه الاتصال سي مفتاح. انا ذكرت سابقا ان هذا المشروع وارد، هذا المشروع وارد في هذه الولايات التشريعيه اكيد ان شاء الله، لان فقط ماشي لانها اراده الحكومه ولكنها بالاساس لانها اراده المجلس. انا قلت الاهم من هذا الشيء وهو حتى يحقق هذا الشيء الفاعليه والنجاعه ديالو خص طبيعه الثقافه السياسيه ترتفع، خص طبيعه النقاش السياسي يرتفع. النقاش السياسي داخل البرلمان ولا داخل المجتمع؟ داخل البرلمان وخارج البرلمان، لان في مرحله سابقه انا كما ذكرت سابقا كانت هناك اراده قتل السياسه. ملي كنتحدثوا على اراده قتل السياسه يعني كتفرغها من مضمونها، بمعنى كنطرح انا السؤال لماذا ذاك البرلمان؟ لماذا المشاركه؟ لماذا الحملات الانتخابيه؟ لماذا 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 لماذا؟ نعم. الان نحن بصدد بناء هذه العملية ديال البناء وتجديد الثقافة السياسية وتجديد، أنا ما أخفيك سرا، الطريقة باش كتم مثلا جلسة الأسئلة الشفوية طريقة روتينية كلاسيكية، خصها واحد النوع من التجديد، خصها واحد النوع من التطوير حتى نرتقي. أنتم كشباب المؤسسة. أنتم كشباب واش ما كتحاولوش واش ما كتشوفوش أنكم يعني مشيتوا مع القطار؟ يعني ما جبتوش واحد التجديد واحد النفس؟ كتحدثوا على تحديث؟ نعم، هناك قانون داخلي للبرلمان وكاع النواب والنائبات خصهم يحترموا التزموا. نعم. دابا كاين نقاش في البرلمان حول تعديل هذا القانون الداخلي، وكنظن بان دور هذا الجيل الجديد ديال البرلمانيين والبرلمانيات هو يعطيو واحد التعديلات باش يبدلوا هذا الصيغان ديال الاسئله الشفويه، لان بصح كيف ما قالوا بعض الشباب
يعني داك الشيء ولا روتيني ولا الناس ما كيبغيوش يشعلوا باش يتفرجوا. اللي نقدروا نقترحوا، هناك اقتراحات كثيره، يمكن مثلا الا خدينا مثل ما يجرى في كندا، المعارضه عندها الاسئله اكثر من الاغلبيه، لان المعارضه في الاخر هي اللي دورها هي المراقبه، لان بعض الاحيان كنقولوا علاش وفي كندا كتحضر الحكومه كامله. نعم، ورئيس الحكومه ورئيس الحكومه كيحضروا كل سيمانه، وكتكون المعارضه عندها الاسئله اكثر، لان دور المعارضه هي المراقبه. وفي الاخير لما الاغلبيه بكاع حسابها كيوليو عند الاسئله كانوا كيوصلوا ل 15 ولا 16 والمعارضه ل 10، الاغلبيه دورها هي تايد الحكومه. نعم. يعني كيولي واحد يعني ما واحد لا روتين، والناس ما كيبغيوش يبقاو يتفرجوا. شنو غنجي نسمع برلماني كيايد في الوزير ديالو؟ نعم. انا مزيان يكون هادشي، ولكن خصنا نشوفوا واحد الرؤيه اخرى اللي تكون دور المعارضه يكون قوي، لان اليوم دور المعارضه دستر لاول مره في تاريخ المغرب. دستر 19 صلاحيات كبيره. نعم، ولماذا لا تكون قويه؟ ولماذا لا تفعل حاليا؟ وتدور الاغلبيه يكون حاضر بقوه بالطبع في البرلمان. السي مفتاح، قبل قليل تحدثتي على الارتقاء بالنقاش السياسي، وهذا هو بيت القصيد. من خلال تتبع الجلسات العموميه يلاحظ كما جاء في الروبورتاج انها تزيغ عن القضايا اللي كتهم المواطن المغربي واللي من اجلها انتخبكم انتم كممثلين ديال الامه. الاغلبيه والاقليه ينخرطان في لعبه الاتهامات والاتهامات المضاده. الحكومه كتهم الاغلبيه بالشرود، والمعارضه كتتهم الحكومه، كترد بانها حكومه حزبيه وليست سياسيه. اين نحن من تنفيذ البرنامج الحكومي والوعود الانتخابيه اللي من اجلها انتخبكم الشعب المغربي؟ اعتقد ان سؤال انجاز البرنامج الحكومي، وانا كنختلف مع السي مهدي في النقطه المتعلقه بدور الاغلبيه. الاغلبيه ماشي دورها التصفيق، والا ما عندنا علاش نديروها. الا حزنا الاغلبيه وغادي نجيو غير نصفقوا نمشيو نجلسوا ونخليو الحكومه مع المعارضه، لا. هذا نقاش على اي حال مازال فيه يعني كيتطور بشكل تشاركي، وهذا هو اللي مهم داخل المجلس. كاين الان لجنه كتعكف على تطوير النظام الداخلي، وعقد في يعني في وقت سابق يوم دراسي شاركوا فيه جميع المتدخلين من اجل حل يعني تطوير هذه القضيه وحلها. فيما يخص البرنامج الحكومي، انا قلت البرلمان لاول مره عنده القضيه ديال تقييم السياسات العموميه. لماذا تتحول الجلسات العموميه الى جلسات صاخبه كيخصها غير بحال حلبة ديال المصارعه كيضاربوا بيناتهم؟ علاش؟ واش المواطن المغربي اش من صوره غيعطيوها لهذيك المؤسسه لدى المواطن المغربي؟ اين هو البرلمان من قضايا المواطن المغربي البسيط الذي يعيش همومه على مدار 24 ساعه؟ لا، غير نكون واضحين في واحد النقطه. البرلمان لا يناقش الا قضايا المواطن باي خلفيه. هذا نقاش باي خلفيه، هذا نقاش. كذلك حتى الصوره ديال التعارك ولا الحلبه داخل المجلس، هذه صوره غير صحيحه. هذه صوره كيكون نقاش، كيكون شد وجذب. ماذا عن ما وقع في مجلس المستشارين السي مفتاح؟ نعم، في مجلس المستشارين يجب ان يسال عنه المستشارون. لا، لان انا كما فاش ذكرت قبل قليل بان خصنا الارتقاء بالثقافه السياسيه، هو باش كنحاربوا هاد السياسه السياسويه، كنحاربوها. كيولي نقاش في العمق حول اختيارات، حول كذا. جلسات الاسئله الشفويه انا قلت خصنا نرتقي بها، صحيح، ولكن هي لا يعني لا تتجاوز ان تكون بين امرين اثنين. اما كتجي للمجلس وكنبقاو نناقشوا به قضايا محليه ديال طريق في دوار في مدينه، مشكل محلي كذا كذا كذا، هذا جزء. او يمكننا نطوروها لنقاش قضايا السياسه العموميه من اجل توجيهها، من اجل مساءلتها، من اجل حتى دفع الحكومه، وهذه وظيفه حتى الاغلبيه ماشي فقط المعارضه. نعم. من اجل حتى دفع الحكومه الوفاء بالتزاماتها. والان سميتو الان المحدد هو البرنامج الحكومي، يجب ان نسائل الحكومه فين وصل يعني انجاز البرنامج الحكومي. في خضم هذا الحديث على الـ على الـ على, الـ على, الـ على الارتقاء بالنقاش السياسي، جلالة الملك وجه خطابا لممثلي الأمة أثناء افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، وتحدث عن ضرورة إقرار مدونة السلوك الأخلاقية للبرلمان. كيف فهمتم خطاب جلالة الملك؟ أولا أنا شخصيا فهمت بأن كل برلماني أو برلمانية خصو يتحمل المسؤولية ديالو اليوم والقوة اللي عطيه الدستور. ثانيا بالنسبة للميثاق الأخلاقي، أظن هو غيكون طرف من القانون الداخلي اللي يناقش الان في البرلمان بكاع الفرق، يعني الاغلبيه ومعارضه. خصو يكون هذا الميثاق باش يعاون او ياكد هذه الديمقراطيه الجديده اللي كنحاولوا نبنيوها في البرلمان.
كيفاش غتكون خصيتو يكون نقاش ما هما يعني خصو يتفتح نقاش بالاغلبيه والمعارضه بين الفرق البرلمانيه اللي موجوده في البرلمان، وديك الساعه نفعلوا هذا الميثاق الاخلاقي. ولكن كنعاود نكرر ونعاود نقولها، راه مزيان يكونوا قانون داخلي ومزيان يكون ميثاق اخلاقي، ولكن خصو يتفعل وخصو يتراك من بعد يكون الزامي. نعم، لان كان هناك قانون داخلي اللي كان مزيان المده السابقه ولكن لا يحترم، بحال القوانين اللي عندنا كتقولوا البرلمانيين ما كيخرجوش قوانين بزاف، ولكن واش القانون يحترم حاليا؟ احنا جبنا قوانين جداد، هل يحترم بعد القانون اللي كاين دابا اللي كاين دابا في الوثائق؟ نعم. لا يحترم، خصنا دابا يكون تطبيق ويكون واحد نعطيو القوه للقانون باش يولي كاع المواطنين بحال. نعم. سي مفتاح، شنو هو المقصود بمدونه او ميثاق الاخلاقيات داخل البرلمان؟ شنو كنقصدوا بها؟ بالنسبة للقضية تاع مدونة الأخلاق أو ميثاق السلوك أو عنده تسميات عديدة عليها في العالم، وكاين واحد العدد دول عريقة في الديمقراطية عندها مدونة سلوك عندها صبغة إلزامية، إما تنتجها في إطار قانون مستقل أو كتكون مضمنة في النظام الداخلي للمجلس. المدونة يمكننا نطرحوا السؤال لماذا وكيف وبأي آليات، لأن المشكل تاع المجلس كيعيش واحد العدد تاع الاختلالات. كنعاود ناكد ان جزء منها مرتبط بثقافتنا السياسيه، ولكن لاساسي وهو ان البرلماني عندما ينتخب كيولي تعاقد بينه وبين الناخبين. غير باش نوضحوا للناس اللي كيشوفونا، شنو بغينا نقولوا بالاخلاقيات؟ شنو هو يعني واحد جوج ثلاثه، شنو خاص البرلماني يدير شنو ما خاصوش يدير؟ ما فهمناش شنو المقصود. انتوما شنو فهمتوا؟ انا يمكن لي نعطيك مثال، مثلا كود ديونتولوجي ديال البرلمانيين في فرنسا كيتحدث على سته المبادئ. شنو هما؟ المصلحه العامه، كيتحدث على يمكن لي نذكرهم لك. المصلحه العامه، الاستقلاليه، لان كاين صوره نتاع اللوبيات كضغط وكذا وغيره، كاين القضيه ديال الموضوعيه، كاين القضية ديال المسؤولية، كاين القضية ديال الاستقامة. فاش كنهضر على الاستقامة ماشي بالمفهوم ماشي بالمفهوم الضيق، وكاين المسؤولية أو المثالية اللي كيمكننا نعطيو. هذه قواعد خاصها تأثر سلوك النائب البرلماني، وفي كثير من الدول اللي فيها الرقابة وفيها الديمقراطية مطورة بواحد الشكل كبير، كيكون يعني حجم مراقبة النواب وحجم مراقبة، نعطيو غير مثال فرنسا اللي قريبة منا، رئيس الدولة كيسالي كيبقاو يتجبدوا الملفات وكذا، بمعنى أن حجم المراقبة ومتابعة لا المجتمع المدني لا المواطن لا النخب قوي. غير نأكد أن هذه القضية تاع المدونة تاع الأخلاق هي يمكننا نهضروا فيها على مبادئ، نهضروا فيها على الآخر، نهضروا فيها على آليات، نهضروا فيها على كيفية التنفيذ وغيره، ولكن هذه راه فقط ماشي مسؤولية البرلمان بوحده، هذه مؤسسات المؤسسة الحزبية قبل ذلك. هاد البرلمانيين منين كيجيو؟ من الأحزاب. كيجيو من الأحزاب، كاين تزكيات شحال هذه، كنا كنهضروا على مول الشكارة، كنهضروا في العملية الانتخابية على المال الحرام وغيره، كاين مسؤولية الأحزاب. المسؤولية الثانية بطبيعة الحال مسؤولية البرلماني في حد ذاته، في تطوير أدائه، في الارتقاء به، في الوفاء بذاك التعاقد بينه. كاين برامج احزاب، ولكن في الحملات الانتخابيه في العمق قد يقول القائل بان هذا الكلام جميل وبانه افلاطوني، ولكن اين نحن من هذا الكلام ديال المثاليه والمسؤوليه في الواقع الذي نعيشه؟ هذا مسار يبنى، وجميع جميع جميع الثورات ان صح التعبير بين قوسين، ولا التغيرات السياسيه الكبيره اللي وقعت، عمليه الاصلاح ما كتمش بين ليله وضحاها، كتتم في اطار مسار. نعم، في اطار مسار كيخدم. قالت لي انا غير نقطه اخيره، هي دور المواطن ودور المجتمع المدني دور حاسم في العمليه نتاع الارتقاء اما في اقرار هذه المدونه او في الدفع نتاع هذه النواب والمؤسسات الحزبيه للارتقاء. نعم، من بعد الخطاب الملكي، واش اجتمعتم انتم كاحزاب يعني على مستوى الاحزاب ديالكم، على مستوى المؤسسات الحزبيه ديالكم، باش تحاولوا تفكروا في تصور لهذه المدونه ديال الاخلاقيات، ولا ان الامور يعني ان عندكم اولويات اخرى؟ مثلا الان تتم مناقشه قانون الماليه، هناك ملفات كبرى مطروحه الان على الساحه، وان هذه القضيه ديال مدونه الاخلاقيات ليست اولويه الاولويات الان. لا بالطبع، اجتمعنا مرة الخطاب الملكي وتم نقاش هذا الموضوع، وكاين هناك واحد يعني الفريق اللي كيعمل على العمل باش يعطينا واحد الفكره على اين سلوك للبرلمانيين ديال اليوم في دستور 2011.
اللي مهم هاد 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 المضمون اللي خصنا نتفقوا عليه، انا كنقول ماشي غير مضمون حزبي، نعم كل حزب خصو يجيب اقتراح ديالو باش يكون هناك يعني ورقه للعمل، ولكن هو ميثاق اللي غيكون لكاع البرلمان. اظن بان رؤساء الفرق في البرلمان هناك اجتماع يعني كل سيمانه كيجتمعوا، ندوه الرؤساء كتكون كل سيمانه، بعض المرات كاع جوج مرات في السيمانه، باش كيتفقوا على بعض، لان البرلمان ما فيش يعني نظام البرلمان خصنا نفكروا فيه حنا كلنا كندافعوا على هذا البرلمان كاغلبيه او معارضه، ما فيش اغلبيه والمعارضه، فاش كنجلسوا كنشوفوا كيفاش نقدروا نقويوا البرلمان يعني كمنظمه. هاد الوثيقه اللي غيتفقوا عليها رؤساء الفرق بصفتهم ممثلين الاحزاب السياسيه خصها تكون واحد الوثيقه اللي يعني كتجمع ما قاله الاخ قمني، ويمكن يعني بعض الاشياء اللي غتجي يعني لان احنا في المغرب يمكن بعض الاشياء اللي غتجي مورا اكثر من هادشي يمكن كاع، ولكن من بعد اللي كيهمنا حنايا شنو ما هو الالتزام البرلماني بهادشي. نعم، كيفاش نقدروا نديروا باش البرلماني يلتزم بهاد الورقه؟ هذا هو السؤال اللي كنسال انا كشاب برلماني. نعم، كيفاش نقدروا باش هناك قانون داخلي لا يحترم لحد الان، احنا درنا ميثاق شرف مزيان او ميثاق اخلاقيات، ايوا من بعد هل سوف يلتزمون به الفرق او لا؟ هذا سؤال خصنا نطرحوه، وخص انا كنطلب يعني كل برلمان خصو يتحمل مسؤوليته في هذه القضيه ماشي فقط الحزب. نعم هناك وبزاف الاسئله غيطرحوا مورا هذا الميثاق، لان لما تكلمتوا في الاول على الغياب النواب، فاش كنجيو نشوفوا لماذا يتغيبوا، لان ماشي كيتغيب باش كيمشي يجلس في داره، لماذا يتغيبوا؟ كتبقى عنده ثلاثه ولا اربعه صفات، غيتفتح نقاش اخر، واش البرلماني فاش كيترشح واش خصو واش يقدر يكون عمده واش يقدر يكون هذا واش هناك حاله التنافي التي ينص عليها الدستور؟ لا ما كاينش حاليا، ما كايناش ينص عليها بين البرلماني ورئيس الجهه، ولكن حاليا هناك رؤساء الجهه في البرلمان، هناك رؤساء هناك برلمانيين خصنا يعني انا كنظن بان مزيان نفتحوا هذا النقاش بيننا كفرق، لان المهم ولكن خصنا فوالا على الاساس غيفتح نقاشات اخرى، خصنا نكونوا مسؤولين كاحزاب سياسيه ونطرحوا هذه المشاكل باش ما يبقاش هذا المشكل غدا، تكون عندنا الجراه السياسيه، تكون كذلك اكثر من الجراه السياسيه، خص تحمل المسؤوليه، تحمل المسؤوليه، راه ما نقدروش نتحمل، راه حنا يعني بلاد ما عندناش ما نقدروش نتحملوا 10 المسؤوليات. نعم، غادي نوصلوا النقاش ونعطيك الكلمه سي مفتاح بعد الاستماع من جديد لاراء الشباب في الشارع ونعود. بالنسبه للجان البرلمانيه واسئله البرلمانيه ما عنديش عليهم شي فكره، بحكم انهم يعني ذاك الميدان كبقاو بالنسبه للشباب بعيد عليه، ما متحمسينش انني نعرف لما شنو طاري في البرلمان، لان ذاك الشيء كيبقى مخبي، كيبقى بالنسبه لهم زعما سكري، ما خصش كل شيء يعرفوا. وبالنسبه للبرلمان كيجيني انه كيحتاج لواحد، مازال كيحتاج لواحد التغييرات من جانب الاخلاقي، لان مازال كنلاحظوا واحد التصرفات كيديروها البرلمانيين يعني ماشي مناسبه اخلاقيا، لانها تبان للجميع بالنسبه لينا لحنا في داخل الوطن او خارج الوطن. صراحة التوقيت ديال الاسئله الشفويه اللي كيديروا ما كيكونش توقيت مسموح لينا حنا كطلبه، حيت كيديروا في واحد التوقيت اللي شويه ما صالحش لينا حنايا بالضبط، ما كرهناش يديروا لنا خلاصه في الليل مور الاخبار ديال تسعود ولا شي حاجه، باش نكون كلشي كيكون مفرغ لهاد المسائل بحال هكا ديال السياسه، وهادي حنا كطلبه نستافدوا، ما كرهناهمش يديروا لنا شي حملات تحسيسيه باش نبداو نتبعوا هادشي، حيت انا شخصيا ما كنتبعش هادشي في التلفازه بزاف. رائج هو انه الاسئله الشفويه يعني الناس اللي كيجاوبوا عليها يعني كيكونوا مسبقا يعني توصلوا بالاسئله الشفويه، يعني يكونوا مستعدين وموجودين باش غادي يردوا، يعني هنا كنشوفوا انها مساله يعني غير بحال بروتوكول يعني يمر في التلفازه المغربيه. بالنسبه للمدونه الاخلاقيه للبرلمان، يعني انطلاقا من الخطاب الملكي السامي بمناسبه افتتاح الدوره البرلمانيه، ف يمكن القول بان البرلمان في حاجه ماسه لاخراجه المدونه الحيز التنفيذ يعني لتخليق العمل البرلماني. سولتي على العمل اللجنه البرلمانيه، باغدو ما كنعرفش عليها بزاف وما تنعرفش ليها، خصوصا وان كاين نقص في برامج اللي كتخص هذا المجال هذا. الوغ كيفاش خصنا حاول ما امكن تكون برامج وتكون نقاشات ويكونوا هذوك الاعضاء ديال اللجان البرلمانيه يوريونا شنو كيديروا وشنو هما الاعمال ديالهم وباش كيختصوا وما يبقاوش يخدموا في الظل ويخرجوا للواقع. وشكرا. شكرا.
سي مفتاح كنلاحظوا بان من خلال التدخلات ديال الشباب البرلمان عندهم في المخيله ديالهم مرتبط فقط بالاسئله الشفويه، لا يعرفون شيئا عن المهام الاخرى والاختصاصات الاخرى ديال البرلمان سواء على مستوى اللجان او غيره. علاش في نظرك؟ اكيد لان دابا يعني ما يتم تسويقه وما يتم ترويجه هو جلسه الاسئله الشفويه، هو جلسه الاسئله الشفويه، حتى لا بنص الدستور ولا في النظام الداخلي، حتى اللجان الدائمه هي بطبيعتها لجان سريه ولا يمكن كذا الا بمقتضى كذا. طيب هنا عليها قبل تحدثت على ضروره تحديث ادوات اشتغال هذه المؤسسه. راه ماشي فقط غير دور البرلمانيين، لا كاين ادوار اخرى. الا بغينا مثلا نقط ولا كلمات مفاتيح لتحديد اشتغال المؤسسه التشريعيه شنو تعطينا مثلا اقتراح؟ اولا كاين النظام الداخلي للمجلس اللي خصو يطور اداء المؤسسه لان هذه مسؤوليه ذاتيه، ما غننتظروش واحد اخر يجي يديرها لنا. النقطه الاولى. النقطه الثانيه المواكبه الاعلاميه، مثل هذه النقاشات تساهم في تطوير الاداء وفي التحسيس وفي كذا، ماشي فقط بالنسبه لعموم المواطنين والشباب ولكن حتى بالنسبه للنائب بنفسه. نعم. القضيه الثالثه ذكرتها سابقا، القضيه ديال القناه البرلمانيه. اداء البرلمانيه ان المدونه فاش كنقولوا التزام اخلاقي والتزام تعاقدي بينك وبين المواطنين وكذا، كي هذا الشيء كيؤدي باش ان الانسان كيوفي بالالتزامات نتاعو، لان كيعرف راه من بعد اربع سنوات او من بعد كذا راه كاين تصويت، كاين اما كذا او كذا، وهذا قلت انا هذا السياق يجب ان نشتغل عليه بشكل تشاركي وبشكل جماعي حتى نخرجوا، لان حجر الزاويه في النظام الديمقراطي هو البرلمان. نعم. هو البرلمان، ما يمكنش نهضروا على تطوير الحياه السياسيه وتطوير الاداء السياسي في البلاد في غياب حديثه في ديال المؤسسه برلمانيه ضعيفه وكذا، والبرلمانيين خصهم يتحملوا مسؤوليتهم، تكون عندهم الجرأة والشجاعة والقوة باش ينهضروا في الأمور يعني بكل القوة المطلوبة من أجل الدفع بعجلة التغيير اللي حاصل الآن في البلاد، دون أن ننسانا كما قلت أننا الآن في هذا اللي كيشجع على هذا الشيء كله هو الدستور الجديد، اللي كيشجع عليه هو هذه المرحلة التأسيسية اللي فيها زخم سياسي وزخم معنوي كيمكننا باش نقوموا بهذه الإجراءات. وربما الصورة اللي تكونت لي واللي غتكون لدى المشاهد اللي كيشاهدنا الآن هو أنه ماشي حيت انت من العداله والتنميه وسي بن سعيد من 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 البام راكم دائما في صراع، ولكن هناك تكامل ربما ويعني واشتغال يعني دائم. هناك قضايا لكل للجميع كيخدم فيها، لا الاسرى لا العداله لا الاتحاد الشراكي لا الاستقلال، هناك قضيه وطنيه لكل شيء. تاسيس البرلمان باش نرجعوا ليه الهيبان ديالو، هذه القضيه كتعني الجميع. نعم. ولكن لابد ما كتدخلش فيها الحساسيات. لا 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 كيكون واحد الرغبه باش ناسسوا شي حاجه جميع، لان هذا الشيء كنخليو النواب اخرين اللي غيجيو من بعد باش يقدروا باش العمل البرلماني يتطور. نعم. ويولي هذيك تكون اللي عنده هذيك الرؤيه اللي باغيين نشوفوها حنايا، حتى حنايا راه فاش كندخلوا للبرلمان وكنحضروا لذوك الاسئله بحال هكا، حتى حنا راه ما كيعجبناش الحل، راه بحالنا بحال هذوك الشباب اللي كيكونوا كيقول لك ما كنتفرجش فيه انايا كاع، لو كنت في البرلمان راه انا يمكن ما نتفرجش فيه، لان كيجي بصح كيجي وزير موجد سؤاله والبرلماني موجد سؤاله، هذا الشيء كلشي خصو يتبدل، ما غاديش نبدلو بحال اللي قال الاخ جوغلوند، ما غاديش نبدلو غدا، ولكن خص القانون الداخلي، خص بزاف الحوايج، وحنايا نتحملوا ما يبقاش الرؤيه ديال الاغلبيه او المعارضه، لان انا اليوم في الاغلبيه لا نخلي الوزير ياخذ سؤال قبل ولا حدنا في المعارضه، انا خصنا كل نشوفوا بان غدا انا يمكن نكون في الاغلبيه. كنت تحدثتي لي قبل بدايه الحلقه سي بن سعيد على الاحاطه علما اللي كانت مكتسب ربما وتم حذفها. نعم تحدثت في هذه الولايه من البرلمان، هي يعني اللي مزيانه في هذه الاحاطه علما هي القضايا يعني اللي كتكون جل اليوم نقدروا نطرحوا هذيك الساعه للوزير. انا اكثر ماشي بعيد الى تحديدات اليوم، يمكن نقدروا نضفوها بواحد الطريقه اخرى. الاسئله الشفويه اليوم ماشي 20 يوم قبل نعطيوها للوزير، يمكن نقدر نعاودوا الرؤيه في هذا الشيء حد اليوم، دابا حاليا خصك تحط واحد السؤال 20 يوم قبل وعاد تقدر تطرحه في البرلمان. وماذا يجرى؟ ما يجرى هو بان فاش كتكون شي حاجه مزروبه ما كنقدروش نطرحوها، كيكونوا بعض المرات الاسئله الانيه ولكن ماشي ديما. اليوم اللي خصنا تكون اذا ما نشوفوا ما يجرى، ما غاديش نجبدوا شي حاجه من ما يجرى في الديمقراطيات الاجنبيه. نعم. كيجرى بان هناك الوزير ما كيجيش مجرد بعد ورقته،
وشنو كيجرى دابا حاليا؟ كيجي البرلماني كيدير بحال هكا كيقرا السؤال ديالو، الوزير حتى هو كيدير بحال هكا كيجاوبو، وفي التعقيب البرلماني كيعاود يجبد الورقه كيقول له واحد الحاجه واخا يمكن لها علاقه بالجواب ديال الوزير، والوزير حتى هو كيجاوب شي حاجه. يعني المواطن فاش كيشوف هادشي كيقول انا مالي على حالتي، انا نبقى نتفرج في هادشي. اليوم خاص يكون واحد يونت اكتيفيتي، البرلماني سول السؤال ديالو تفاعليا، والوزير ضابط امره نورمالمون، راه يعني وزير ديال واحد القطاع وخصو يعرف ما يجرى في اي سؤال، يجاوبوا وكيكونوا معاه نورمالمون واحد الفريق كيعاونوا يجاوبوا ديك الساعه، ويكون واحد التفاعل باش تولي واحد اون انتراكتيفيتي اللي مزيانه، اللي غتولي المواطن والمواطنات بعدا كيقولوا راه كتجرى شي حاجه في هذا البرلمان. نعم. اللي بغيت نزيد، راه الا الحكومه ما تحملتش مسؤوليتها وطلعت النيفو ديال النقاش ما غاديش نقدروا نعرضوا شي حاجه. الا ما عندنا ما نعرضوا حاليا، راك كاع المواطنين والمواطنات حضروا لما جرى في القانون الماليه السابق، كانت هناك معارضه في الاغلبيه، حزب كيقول حاجه حزب اخر كيقول حاجه، ما هو دور المعارضه هنايا؟ فاش كيقولوا جوج حزبين كيدبزوا داخل الاغلبيه شنو غنعرض انايا؟ يعني خص واحد كل واحد يتحمل مسؤوليته، لا الاغلبيه بيناتها الاحزاب السياسيه اللي في الاغلبيه يتحملوا مسؤوليتهم، ويكون واحد الرساله وحده ديال الاغلبيه باش تقدر ويطلعوا النيفو باش المعارضه تبقى ما تعرض. حاليا راه نقولها لكم ما عندنا ما نعرضوا. عندك شي تعقيب سي مفتاح؟ برلمان ما فيش معارضه. لا ما كيعرضوش. يهضر على المعارضه ديال الاغلبيه لذاتها، لا هناك نقاش داخل الحكومة صحيح، ولكن ما كاينش اختلاف أو صراع. والدليل أنا أعطي مثال، أغلبية داخل مجلس النواب في جميع مشاريع القوانين اللي تعرضت قدمت تعديلاتها بشكل مشترك. أن يكون هنا نقاش حول مقتضى أو كذا أو اختلاف هذا أمر طبيعي صحيح. لأن ما يمكنناش نمطو أن احنا ائتلاف حكومي كل حزب عنده مرجعية معينة عنده كذا، أن يكون النقاش، لكن آلية الشغل مضبوطة. نعم. ونكون واضحين، الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب كدير ميثاق الأغلبية، عندها لقاءات راتبة كتنعقد فيها، أن يكون هناك اختلاف أو أن يكون هذا أمر طبيعي في جميع الديمقراطيات. في المجلس الحكومي هذا ديال الحكومة، ولكن يجيو للبرلمان وهادشي غير السيمانة الأخرى، يجي وزير يقول لك بأنك هناك أزمة في المغرب وهذا وهذا وهذا، ويجي الوزير الآخر ويقول لك لا ما كاين حتى حاجة راه كل شيء غادي مزيان في البرلمان النواب، وهادشي راه حضرتي عليه وهضرت ليه. وكاين الوثيقة اللي كتضبط هادشي، كاين لي ديسكور ديال الوزارة كيجي كيقول لك واحد أنا كاين أزمة والآخر كيقول لك ما كاينش أزمة، هناك كاين مشكل، ولكن تناقض بين جوج وزراء في قطاع واحد غير موجود. وهادشي على أين وزارة كتهضر؟ على أين وزارة؟ على السي نزار بركة وعلى السيد الوزير الأزمية. يعني هنا جاء السيد نزار بركة كيقول لك بأن هناك هذا وهذا، وكيجي السيد الوزير الآخر كيقول لك لا راه ما كاين، الحمد لله راه غنعرفوا شنو كاين باش نقدروا شنو غنتيق أنايا، نتيق الوزير الأول أو الوزير الثاني، ولماذا جوج وزراء كيجيو يتناقشوا على القانون الماليه؟ شكون اللي خصني انا شنو هما الكلمات اللي شنو هما انا نقاش مع من غنناقش؟ ما يمكنش مثلا في في في, في اي كان في المعارضه دابا. نعم. ولكن في الوزاره الخارجيه كيجي وزير واحد اللي كياخذ الكلمه. نعم. ما كيجيش واحد يقول حاجه والاخر يقول حاجه اخرى. في هذا القطاع بالضبط كيجي واحد يقول ا والاخر يقول بي، كتجي حنا كالمعارضه كيجيونا دو تكست، كيجيك هذا وكيجيك هذا، شنو غنعرض؟ تقصد ان هناك وزاره الاقتصاد والماليه براسين؟ بالطبع. نعم تفضل السي هذا غير مفتح. موجود بالقطع. اعطيني الوثيقه اللي جاك فيها وثيقه ديال السي نزار البركه والوثيقه وفيهم اختلاف، هادشي غير موجود. هادشي غير موجود لان في الحكومه كاين السي نزار البركه هو وزير الماليه والاقتصاد، السي ادريس الازمي وزير الماليه المكلف لدى وزير الوزير المكلف لدى وزير الماليه المكلف بالميزانيه. نعم. هادشي انا سمحت ما غير موجود، و طبيعي انهم كيجيو. لا انا ما عمري ما غيبت. طبيعي ان فاش كيكون هذا النقاش حول قانون الماليه كيجيو بجوج، لان كاين مقتضيات كتهمهم بجوج، ولان المشروع كيعدوه بجوج. ماشي السي نزار عد مشروع قانون الماليه والسي ادريس الازمي عد مشروع ابدا، هادشي ما كاينش، والا كيكون التنسيق. نعطي غير مثال، غير عرض مشروع قانون الماليه ديال 2013، عرض مشروع قانون 2013 كان في تناغم تام في الاخر. سي نزار البركه هضر على المؤشرات وعطى التوطئه ديالو والتقديم ديالو، سي ادريس الازمي هضر على 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 الميزانيه التفصيليه وغيره، هادشي غير موجود. وما يمكنناش نكوبيو وزاره الاقتصاد والماليه على وزاره الخارجيه، لان كاين اختلاف كبير. لا انا كنقول هناك وزير هو اللي مسؤول على هذا القطاع، يتحمل مسؤوليته ويجي يتكلم قدام البرلمانيين. يعني اول مره كنشوفوا جوج وزراء كيجيو يتكلموا على قطاع واحد، راه ما كاينش هادي في العالم. شي كاين بارت؟ لا اسمح لي، هذا كيهضروا على القانون الماليه. قالوا الماليه ما يمكنش انا ناخذ جوج وزراء يجي يهضروا لي على حاجه. المشكل في هادشي اللي كنقول لك، واحد كيقول لك حاجه وواحد كيقول لك حاجه اخرى، هل هناك ازمه او لا في المغرب؟
هذا السؤال الاول. شنو السيد نزار براكه كيجاوبك حاجه وسيد الوزير الادبي كيقول لك حاجه اخرى؟ شنو الجو؟ شنو فهمتي انت؟ هل هناك ازمه في او لا؟ على اي انت كبرلماني في الاغلبيه باش تقدر يمكن توضح لنا حنايا الامور على اي الموضوع القانون المالي ربما نخصوا له حلقه اخرى. نرجعوا لتحديث عمل اللجان، كيف يمكن اليوم تحديث عمل اللجان وتقريبها تقريبها يعني المواطن المغربي اللي كيرتبط عنده البرلمان بجلسه الاسئله الشفويه؟ نعم، اولا هو خص تسويق عمل اللجان. عمل اللجان خص التسويق ديالها، ومشكل اللجان هو جزء من المشكل ديال المجلس يعني بشكل عام. يعني اللجان عندها ادوار داخل النظام الداخلي مجلس النواب كطالع به. نقاش مشاريع القوانين ونقاش السياسات القطاعيه ونقاش الامور في تفاصيلها كيتم داخل اللجان، وبالتالي واحد العمل ديال العمق نتاع المجلس على مستوى التشريع، على مستوى تقييم السياسات العموميه، وهذا الشيء مهم كبير يعني بزاف، كيتم على مستوى اللجان الدائمه ديال المجلس. اكيد ان خص توفر واحد العدد ديال الامكانيات، ما خصوش الامكانيات الماديه او التعويض كذا، والا حنايا كنا دائما ضد اي زياده في التعويض، بل ولكن بالعكس خاص توفير الامكانيات ديال الاشتغال داخل سميتو داخل المجلس، وبالتالي هذا من جهه اخرى. نفهموا من كلامك ومن كلام سي بن سعيد بان البرلمان اليوم لا يتوفر على الامكانيات اللازمه والكافيه باش انه يقوم بوجهه بدوره على احسن وجه. اكيد ما كاينش امكانيات كافيه، والا هذه السنه مثلا مشروع قانون الماليه رفع اعتماد الميزانيه المخصص سميتو المجلس النواب، رفعوا هذه نقطة تحسب للحكومة من أجل الدفع بسميتو بالبرلمان الدفع بتوفير الشروط للاشتغال الطبيعية والعادية اللي كاينة في جميع برلمانات الدنيا حتى يقوم بسميتو بالوظائف ديالو. وإلا أنا كنقول بأن عمل اللجان النيابية، لأن اللجان النيابية هي اللي كتكون فيها لجان تقصي الحقائق، هي اللي كتكون فيها اللجان الاستطلاعية. نعم، كيمكن لك وهذه نقطة كذلك بغيت نثيرها في هذه الحلقة. أين هو البرلمان اليوم من الصلاحيات الواسعة اللي عطى ليه الدستور من ضمنها لجان تقصي الحقائق وغيره واستدعاء مثلا المدراء ديال المؤسسات ومحاسبتهم؟ نعم، أمام الملأ لجان تقصي الحقائق خص يصدر نص تنظيمي هو اللي كينظم العمل ديالها. المهمات الاستطلاعيه اعتقد ان عدد ولا حجم المهمات الاستطلاعيه اللي كاين في هذه الولايه مرتفع بالمقارنه مع ولايات سابقه. كاين واحد الاشتغال كبير على مستوى المهمات الاستطلاعيه، واحد. ثانيا، لاول مره تم استدعاء واحد العدد كبير ديال مدراء المؤسسات العموميه، كنهضر هنا مثلا على السي دي جي، على التقاعد، على واحد العدد كبير المؤسسات كيتستدعاو الرؤساء ديالها لارام وغيره، وكتعقد جلسات ديال النقاش معهم وديال المساءله ديالهم وكذا، وهذا في حد ذاته تطور ايجابي. خصنا، انا كنقول بان البرلمان يجب ان يقوم بعمله على ثلاثه المستويات، على مستوى التشريع، وهنا كيتقاسم هذا الدور مع المؤسسه الملكيه، كيتقاسموا مع الحكومه، كيتقاسموا مع المجتمع والمجتمع المدني في اطار الدستور الجديد، على مستوى الرقابه وتطوير الياتها وتفعيلها ونمشيو الامور العميقه اللي تمكننا من الدفع بالعجله ديال الاداء السياسي، وعلى مستوى تتبع السياسات ثم على مستوى تتبع السياسات العموميه. وكاينه نقطه كنغفلوها في كثير من الاحيان، هو الدبلوماسيه الموازيه للمجلس، لان عنده امكانيات مهمه على مستوى العمل الدبلوماسي. نعم، نمر الان اذا سمحتوا لاسئله الشباب اللي حاضرين معنا، تفضل. موضوع البرلمان وعلاقة البرلمان بالمجتمع المدني صرحوا إشكالات عويصة في حاليا، هي مجموعة من التساؤلات التي تطرح. أول سؤال هو في انتظار خروج قناة برلمانية إلى حيز الوجود، هل يمكن أن نفكر في نشرات دورية يعني تعمل على نشر عمل اللجان البرلمانية والأسئلة المكتوبة أو الأسئلة الكتابية عاوز يتسوق فقط للأسئلة الشفوية؟ ثم ثاني سؤال، ونحن نتكلم عن البرلمان وعن يعني عن مهمة التشريع والرقابة والدبلوماسية الموازية، هل يمكن أن نفكر في برلمان يناقش المشاريع الكبرى لهيئات المجتمع المدني خصوصا الجمعيات يعني في إطار التشاركية التي جاء بها دستور 2011؟ نعم، ولو أن الموضوع بعيد شوية، علاقة البرلمان بالمجتمع المدني
كتحدث على الديمقراطيه الفعليه والديمقراطيه التمثيليه. تفضل سيد نسيم. جواب تكامل. نعم بالنسبه انا متفق معاه بالنسبه للاسئله الكتابيه والعمل. المشكل ديال عمل اللجان هو حاليا هو عمل سري داكشي علاش، ولكن مع ذلك راه كنظن كتدخل التلفازه مره وفي الاول قبل ما يبدا النقاش باش كتسوق العمل ديال البرلمانيين. اللي نقدروا نقولوا هو هناك بدمان ما دار هذه القناه ديال البرلمان، اللي يقدر يدار هو حنايا كفرق برلمانيه نسوقوا هذا العمل. كاين الحمد لله اليوم كاين انترنت، كاين شبكه انترنت. نعم الشبكه العنكبوتيه اللي نقدروا نسوقوا به هذا العمل، التصريحات ديال النواب ديال الفريق ديال كل فريق. واللي مهم اللي خصنا نعرفوا اللي ما كيعرفوش يمكن المواطنين والمواطنات، هي فاش كتبدا شي لجنه راه يمكن بعض المرات ما كتسالي حتى 4 الصباح 3 الصباح وكيبقاو النواب حاضرين تما، وهذا الشيء خصو يتسوق باش ما يبانش البرلمان راه كيحضر غير اثنين بين الجوج والخمسه ويمشي بحالته. لا بالعكس، راه هناك دابا اللجنات الماليه هذا الشهر كله راه النواب راه يعني راه اليوم بدا العمل من 9 الصباح حتى 8 9 الليل، وفاش كيقرب الشهر بعض المرات حتى لجوج ثلاثه وهو النقاش مع الحكومه مع الوزير، يعني كتكون الحكومه والبرلمان. هذا الشيء خصو يتقال هنايا في هذا البرنامج، ولكن كذلك في انترنت والجرائد هما خصها تلعب الدور ديالها. بالنسبه للاسئله الكتابيه هذا دور البرلماني اظن، فاش يطرح شي سؤال كتابي والمشكل ديال الاسئله الكتابيه عاوتاني مشكل اخر. الحكومه ما كتجاوبنا غير 60% 40% ديال 60% ديال الاسئله الكتابيه ما كاينش لهم جواب. هذا مشكل خصنا نشوفوا كيفاش نلقاو ليه الحل، هذا مشكل اخر. ولكن الدور البرلماني باش نحملوا المسؤوليه شويه للبرلماني هو يسوق السؤال الكتابي ديالو والجواب ديال الوزير الى جا للصحافه الانترنت للتلفازه الى معنيه بالامس، سورتو في هذوك الاسئله الوطنيه. حد عاوتاني اغلبيه ديال الاسئله الكتابيه كيكونوا اسئله شي برلماني حطهم بالنسبه للمحلين ديالهم، يعني كتعني غير واحد الشريحه مختصه اللي هو البرلماني كيقول لهم ها السؤال راه طرحته لكم. نعم نمروا للسؤال الثاني تفضل. شكرا. قبل اسابيع قدمت الحكومه المخطط التشريعي اللي كيضم مشاريع القوانين التنظيميه والقوانين اللي من المنتظر باش تعدها الحكومه وتقدمها للبرلمان لتصويت عليها. الا ترون ان تقديم هذا المخطط التشريعي بدون تنسيق مع البرلمان يعتبر تطاول على السياده ديال المؤسسه السلطه التشريعيه اللي كتمثل الامه، وكذلك تضييق على المردوديه التشريعيه ديال الفرق البرلمانيه في ظل نقصان المواد الادوات اللوجستيكيه للعمل. شكرا. تفضل سي مفتاح. غير الاشاره، اولا لو فيت ان الحكومه دارت مخطط تشريع هذا نقطه يحسب لها، لانه وضعت مخطط باجال بتواريخ ديال الانجاز، هذا الشيء اللي عمره ما كان كيكون. يمكن نهضروا على مؤسسات كانت في الدستور ديال 96 وغيره ما تفعلت حتى 2008 2009 وغيره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، دور البرلمان في المجال التشريعي محدد بنص الدستور، ما يمكنش الحكومه تطاول عليه. والا واش عمر الحكومه منعات؟ عندها واحد الفصل اللي كيمكن لها تلجا ليه، ولكن الحاصل انها عمرها ما لجات لمنع مقترح قانون. ما يمنع النائب البرلماني او النائبه انه يتقدم مقترح قانون. القوانين التنظيميه متفقين، هذيك الحكومه اللي كتعدهم وكتحلهم على البرلمان، ولكن القوانين العاديه وتعديل القوانين وغيره هذيك مسؤولية البرلماني. خاص الانسان يمشي يشتغل يوجد كذا، هذه ما يمنع. حتى الدستور عطى المعارضة دور كبير في هذا، يعني فاش كيتحدثوا على الاقل مقترح قانون في الشهر خصو يتعرض على اللجنة المختصة بالتشريع وغيره، هذا دور ايجابي. انا كنقول ان البرلمان الان عنده ادوار مهمة، عنده مساحة خصو يعمرها. لا ما عمرتيش المساحة ديالك وعمرات من جهة اخرى، راه انت اللي مسؤول عليها. والا فكاين ادوار، كاين ادوار كبيره جا بها الدستور. نعم. خصنا نقوموا بها ونشتغلوا ونفعلوها. اكيد كاين مشكل ديال الامكانيات، هذا موضوع كنشتغلوا عليه بشكل جماعي من اجل ايجاد حل ليه. نعم انتهى وقت البرنامج، اشكر ضيفي نادي بن سعيد. اخر بغينا نطرحوا قبل ما تسالي باختصار لان المخرج يخبرني ان الوقت في القانون الماليه كنتظروا تطوير العمل البرلماني نوصلوا لواحد العمل اللي بحال الديمقراطيات الاخرين، ان القانون الماليه ما يبقاش يجي ويتحط على البرلمان، يكون واحد النقاش يبدا في شهر 5 في شهر 6 مع البرلمان،
قبل ما يجي في شهر 11 وتحط هكذا بدون اي استشاره مع البرلمان. هذا الشيء ما يجرى في الديمقراطيه الكبرى. هو هذا موضوع اصلاح القانون التنظيمي للماليه، ثم هذه العمليه ديال الاستشاره بداتها الحكومه فاش جات عرضت الحصيله ديال 6 شهور ونسب الانجاز بدون نقاش. لا تفتح نقاش مع الأغلبية. انتهى وقت البرنامج. لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي المهدي بن سعيد نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ويونس مفتاح نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية. كما أشكر كل من ساهم في هذه الحلقة. ألقاكم السبت المقبل في أمان الله.